بتوجه بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ولكل السادة النواب وللشعب المصري العظيم في بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. يمكن على مدار الأيام الماضية ومن خلال شهر رمضان الكريم عملنا جميعا على أن يعني نستطيع أن نقدم نموذجا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. والحقيقة أنه إحنا بنمر بفترة هي ليست فترة عصيبة في الداخل المصري فحسب وإنما حتى على المستوى الدولي في مواجهة هذه الجائحة، وبالتالي مع حلول عيد الفطر المبارك بتمنى من الجميع أن يتخذ كل الإجراءات الاحترازية وإن بقدر الإمكان نستطيع أن نمنع التجمعات ونمنع كل ما من شأنه أن يمس بصحة الجميع وما يتسبب في مزيد من الانتشار لهذا الفيروس اللعين. فأرجو أن نستطيع أن نأخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أنفسنا وحماية أسرنا وكل أهالينا وكل محبينا. وفي النهاية كل عام وحضراتكم بخير.